الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة في ضوء اتفاق الصندوق مع مصر والذي يتيح الحصول على نحو 100 820 مليون دولار على الفور، وأوضح الصندوق في بيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج خلال مارس الماضي، مشيراً إلى أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية، وأضاف الصندوق أن هذه التحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص. يشارك وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب رئيس الجمهورية الإيرانية الجديد مسعود بسشكيان اليوم في مقر البرلمان الإيراني أعلنت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريت كاخ أن القطاع بلغ نقطة تحول رهيبة جديدة من حيث الألم والدمار والصدمات والخسائر في الأرواح وأضافت أنه في كل مرة تذهب فيها إلى غزة تجد صعوبة في تصور الدمار الذي تراه مشيرة إلى أن الأمراض المعدية بدأت تنتشر بسبب قلة النظافة خاصة خلال أشهر الصيف الحارة كما شددت المسؤولة الأممية على أن جميع العاملين في مجال المساعدات الانسانيه في غزه يواجهون مشكلات مماثله اتهمت حركة حماس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بانتهاج استراتيجية المماطلة والتسويف للتهرب من التوصل لاتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وأوضحت حركة حماس أنها اطلعت من خلال الوسطاء على ما دار في مفاوضات الهدنة التي عقدت في روما مؤخرا مشيرة إلى أن ما نقله الوسطاء يشير إلى تعمد نتنياهو وضع شروط ومطالب جديدة متراجعا بال وكذلك عن الورقة الإسرائيلية للتوصل لاتفاق والتي كانت جزءا من مشروع بايدن وقرار لمجلس الأمن الدولي هذا واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم العين غربي مدينه نابلس بالضفه الغربيه المحتله وسط اطلاق نار كثيف، وافادت مصادر محليه بان قوات كبيره من جيش الاحتلال اقتحمت مدينه نابلس من محورها من محورها الغربي باتجاه مخيم العين، وحاصرت منزلا، وذكرت المصادر ايضا ان قوات الاحتلال اغلقت جميع مداخل المخيم، ونشرت قناصتها فوق اسطح بعض المنازل. انت <applause> Tá bom, Thalia? Tá, né? تبدأ اليوم فترة الترشح لانتخابات مجلس النواب 2024 بالأردن والمقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل وتستمر فترة تقديم طلبات الترشح لمدة ثلاثة أيام وتباشر الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية عبر مجلس مفوضيها بعد انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح دراستها لقبول الطلب أو رفضه وتبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية في التاسع من أغسطس المقبل وتنتهي في الثامن من سبتمبر المقبل قبل الصمت الانتخابي أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 200 مليون دولار، وتشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تشن أعنف هجماتها قرب مدينة بروكرفسك الاستراتيجية شرق البلاد، مما يهدد طريقا رئيسيا تستخدمه كييف لتوصيل إمدادات إلى قواتها. وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته صدت 52 هجوما في المنطقة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرة إلى أن القتال في تلك الجبهة هو الأعنف في شرق أوكرانيا بأكمله. ومن جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتين في منطقة دونسك بشرق أوكرانيا أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في فنزويلا فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة بعد أن حصل على 51% من الأصوات مع فرز 80% من صناديق الاقتراع يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورونا ماتشاتو أن المعارضة لديها الوسائل لإثبات فوز مرشحها إدموندو غونزاليس في الانتخابات الرئاسية إلى هذا اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فنزويلا بالتلاعب في النتائج على حد وصفها انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل